اللي يقرأ التاريخ ويقرأ شعر العرب القديم في الجاهلية وفي صدر الإسلام ويقرأ في شعرنا العامي ويسمع أخباره يدرك هالعلاقة الوجدانية التي لا شبيه لها ولا مثيل مطلقا، ما في شبيه العلاقة العربي بالناقة أبدا، علاقة وجدانية عجيبة، علاقة تمازجت حياة الناقة بحياة العربي حتى أصبحت يعني كلها صورة واحدة. يعني لو تشوف الناقة كانت الإبل هي المال، هي الديات، هي مهور النساء، هي ديات القتلى، الإبل هي وسيلة النقل، الإبل هي وسيلة الغذاء، حليبها ولحمها، الإبل يعني منتجات الإبل وما يتعلق بها كلها، جلد الإبل يستفاد منه، عظم الإبل يستفاد منه، ميتها وحيها كلها، فتمازجت دخلت في حياة العربي فأصبحت يعني لا تكاد تفرق بين العربي والإبل أبدا في تاريخ العرب ولا في واقعهم ولا في حاضرهم، فأصبحت جزء من حياة العربي. يعني من أشهر الأبيات اللي تكلم عن الإبل وكيانها عند العربي يعني بيتين، أو هي من قصيدة طويلة، لكن بيت اللي من خلد القثامي اللي يقول ألب العظام المال يا جاهل انبها لكنه ما كل شيء يجيبها، ألب تبى رجل قوية عزائمة دايم على طرافها مش تجيبها. هل 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 اللمسة الجميلة عظام المال، عظم المال يعني يشبهها بالعظم، إن العظم ثابت لا يتغير، وما عداه اللحم يعني يزيد وينقص ويسمن عليه ويخف، لكن العظم ثابت، فالبل هي عظام المال، وهذه نظرة العربي لها. أما اليوم حديثنا عن الإبل اليوم في الشعر فهو الحقيقة حديث ترفي، لأنه تبع مباريات ومسابقات في توصيف الإبل فقط لا غير وفي جماليات الإبل، لكن ما عشنا حقيقة العلاقة بين الإبل وبين العربي في جزيرته أبدا، يعرفها أهلها الأوائل اللي كانت هي يعني مدار حياتهم عليها. يعني البادية مدار حياتها على الإبل كما أن الحاضرة كان مدار حياتها على النخلة، فجزيرة العرب فيها النخلة والناقة لا تنفصل عن حياة العربي. أنا بالنسبة لي الحقيقة أن الإبل بالنسبة لي إرث أبي رحمة الله عليه وجده وجد جد أهل إبل، لكن أنا الشخصيا علاقتي بالإبل علاقة معرفية أكثر منها علاقة تواصل مباشر. أنا عندي إبل الآن، لكن الصحيح أن اللي قائم عليها ويتولاها انتقلت من الوالد رحمة الله عليه إلى ولدي أنا، من أبوي إلى ولدي، صار ولدي هو راعيها واللي تولاها هو أخوانه، وأنا أجيها ضيف وروح ضيف، وعلاقتي بها علاقة محبة ومعرفة واطلاع لا أكثر ولا أقل. كان يحدث الوالد رحمة الله عليه، الوالد عمره كله معلبل، والذين عرفوه في شبابه إخوانه الآن ناس حتى أعمامي يخبروني أخبار عجيبة عن الوالد وعلاقته مع الإبل، يقول كان شيء مهول يعني. ويعني لو أنه موجود رحمة الله عليه اليوم في عصر التطبيع وما الطبع كان يسوي العجائب. يعني يقولوا لي إخوانه موجودين أحياء، يقول الله أننا نعرفه كانت اليوم من البل وردت واردة مضمية، هل بعد أيام جاية واردة، يقول الله أنه إذا صاح لها فاخرها عودت وهي واردة، وقفت عودت صوته. من ما حدثني به رحمة الله عليه ودائم، وقصة تؤثر حتى فيه، كان والله أنه إذا تكلم بها أنه يبكي قبل يتمها تأثرا بها. الوالد رحمة الله عليه ما عاش يتيم، توفي والده عمره 12 سنة، يعني من ضمن الأخبار يحدثني بقصة يقول رحمة الله عليه، يقول في تقريبا عام 68 1368 هجري أو 69 الخطأ مني الآن، لكن كان عمر الوالد حوالي 13 سنة، هو الوالد معاق عنده إعاقة في أحد أقدام رجله، شل الأطفال ثم تالي استطاع المشي. الشاهد يقول في ليلة من الليالي فلبل حنا والبل معشيتن سارحت من عندها لهم عشي، يقول حولي طروش وحولي عربان، لكن قبل من عقب العصر أشوف ما تنبهت، ويوم اني طلعت لي الناس متكفكفة متعاودة راجع الناس وأنا ما تنبهت، يوم طلعت لي لحالي ما عندي حد ولا حولي حد،
يقول ترى الناس متنبه، ترى يجي الكبار ومتنبهين وشايفين خيال ومطر وخوفهم وتناكف، ويقول يوم مني بديت انتبه وبعود ببلي لهلي، يقول يما لبسني المطر قبل كل شيء وعلينا برد وهبت علينا شماليه، يقول وضربني المطر شوي شوي شوي، عيت البلت تمشي تبركت. يقول انا طفل اللبس يعلم الله الحال، فقر ومور ويتم، يقول ما عاد البل عيت ثور عيت تمشي، اثور الناقه ولا الطين، وشوي شوي ذبحني البرد، طاحت الشمس، صليت المغرب والعشاء معها في وسطها والبرع يتحرك، ذبحني البرد، وقمت ارص عمري على ناقه خابرها لنا، ناقه هديه وطبعها هادي، وقمت ارص ظهري عليها، قطع ذبحني البرد قطع قلبي، يقول قمت ارص ظهري عليها وشد ظهري عليها، يقول شوي شوي اثرني او نستدفى، يقول بديت مسارح من عقب صلاه الفجر وهالحين العشاء واقبل العشاء، يقول لقيت نفسي اثرني نعست، يقول وانا ابوها وانا ميل وانا انسد على جنبها في جنبها، يقول يوم ما نسيتني، يقول وانا في نوم يعني في ادور لي بس مشان ادفى فيه، كل ما نسدفى قربت، يقول وهي تفجفج لي بيدها، يقول انا احط راسي من عند يدها والله انها تفجفج لي، يقول وانا ادخل تقول حفر تحتها، يقول يوم حيت، يقول يوم رقت، يقول تقوم تقرب يدها علي، واذا تحركت وانقلبت فجفجت بيدها عني، يقول والله انها على هالضرب لين جاء صلاة الفجر والمطر يضرب وانا دحيت بالله ثم بها. عاد واثناء حديثها رحمة الله عليه يقول والله وانا ابوك والله لو يدعي للبهيمة بالجنة لادعي لها بالجنة، وان حنانها حنان امي لولا الله ثم لولاها اني ما اصبح على الحياة. فقر وقلة لبس وخوف ويتم ووضع مجري. يقول ها الناقة فعلها معي، يقول لا تحركت فجفجت بيدها. ولي استقريت، يقول رجعت يدها تقول تضمني على نفسها لين اصبحت، ويناديها انس رحمه الله عليه يقول هي مبروك تم ابوي قبل ابوي لا يموت، لان في نفس السنه اللي مات فيها ابوه في اخر السنه حصلت للحد هذا، يقول فما انساها الناقه وبموت ما نسيتها، ومات رحمه الله عليه وهو يذكرنا خبرها. مثل هالعلاقه، هالعلاقه الوجدانيه بين الناقه وبين راعيها، يعني علاقه امومه اشبه بالامومه، هذه حنان أم ودبرتها هذه مع راعيها، يعني علاقة عجيبة. وطبعا أهل البلي يتحدثون مثل هالأخبار كثيرة، وكلها يظن يعني جيلنا أو الجيل اللي جيل أبنائنا يظن أن هذا من المبالغات ومن التهويل، والصحيح أن رأينا الرياجيل أهل الأحداث يعني يقسمون بالله على ما كان يحدث. فالبل عالم آخر، لكن تبي اللي يعرفها. الإبل حيوان جزيرة العرب الأول، مع أعرف من يتحفظ يقول لا تقول الإبل حيوان بعد هناك من يقول ما هي بحيوان، الإبل حيوان لا شك، وحيوان حيوان جزيرة العرب الأول بلا منازع، وثقافة الإبل ثقافة تستحق منا أن يبذلها الكثير من الجهد ومن العطاء، واحتراما لهذا الإرث يجب أن نرتقي نحن ب قضية منافسات الإبل وما يحدث فيها، نرتقي بها إلى سمو المنافسات الشريفة، منافسات الرجال أصحاب المروءات، ونحاول بما استطعنا ألا يدخل في هذه هذا الإرث الثقافي وفي هذه المنافسات الشريفة ما يعكرها مما نراه احيانا من بعض مجهولي الاسماء ومن بعض صغار السن، مما يجري على كتاباتهم والسنتهم، مما امور يرتفع عنها اهل النفوس الساميه العفيفه النظيفه الشريفه.